عشان كده كمان ردة الفعل في السعودية كمان كانت مهمة جدا، استحقت انه تاني يوم يكون اجازة في المملكة. ردة الفعل الاعلامية في السعودية والرسمية يرصدها معانا الزميل والكاتب الصحفي الاستاذ علي مسعود ومسؤول تحرير جريدة مكة السعودية. مساء الخير يا استاذ علي. مساء النور استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمود صبري والدكتور احمد ثابت والعشاق ومتابعي قناة الاهلي. ألف مبروك للأخضر، والحقيقة يعني مستوى أداء شرف الكرة العربية جدا جدا، بس قل لي أنت شفت ده إزاي وردات الفعل الإعلامية رصدتها إزاي؟ بالتأكيد ربنا يبارك فيك ويبارك في، أعتقد الكلام اللي أنت قلته بالنسبة لردة فعل الشارع المصري وردة فعل الشوارع العربية بشكل عام كانت الأبرز اللي بيتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هنا في السعودية. اعتقد يمكن كان في عنوان اتكتب في احدى الصحف او اعتقد صحيفه او قناه سي ان ان، قالت ان فوز السعوديه وحد العرب. ده يمكن كان يجسد فعلا اللحمه العربيه او يجسد الفرحه اللي كانت موجوده على مستوى السعوديه. كان المشهد الاجمل اللي تناقلته برضه وسائل التواصل الاجتماعي على مدار ال 48 ساعه اللي عقبت المباراة، سجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرجل الملهم اللي كان له دور كبير جدا في الفوز ده من خلال قبل المنتخب السعودي ما يسافر قطر بأربع أسابيع تقريبا، اجتمع بيهم وقال لهم احنا عارف واحنا في مجموعة صعبة جدا، معانا فريق مرشح لكأس الفوز بكأس العالم أرجنتين وفريق مكسيك وبولندا، فأنا مش طالب منكم فوز، واعتقد التعادل هيكون صعب جدا، انا عايزكم تلعبوا براحتكم، تلعبوا مرتاحين، استمتعوا بالماتشات، احنا لو خسرتوا الماتشات الثلاثه ورجعتوا مش هنزعل منكم. ده كلام مهم، خلصهم من اي ضغوط. بالظبط، يمكن دي كانت نقطه البدايه اللي هي خلصت المنتخب السعودي من اي ضغوط ورفعت من على كاهلهم كتير جدا من الامور اللي كانت ممكن تصعب المسؤوليه عليهم داخلين وهم ما عندهمش اي مشكله، دي اساسا. بعد المباراة مباشرة كان في لقطة يمكن شيرها ابن الملك سلمان الصغير فهد، اللي هي لقطة لولي العهد وهو بيسجد بعد هدف سالم الدوسري الهدف الثاني فاز هدف الفوز. اعتقد دي يمكن اكثر لقطة تناقلها الشعب السعودي بينه وبين بعضه في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار ال 48 ساعة الأخيرة. طبعا زي ما أنت ذكرت إن الخادم الحرمين الشريفين أمر بيوم فين يوم الأربعاء اللي هو امبارح أجازة للقطاع العام والخاص والعاملين في الدولة كلهم. المسألة لم تتوقف عند كده، يمكن الأفراح في الشوارع ما أوقفهاش غير النهاردة، أعتقد في سيول في مدينة جدة، سيول جرفت الأشجار والسيارات، ودي يمكن شوية اللي الناس توقفت عندها شوية وقللت من تناقل الأخبار عن المنتخب السعودي. طبعا من حق المنتخب السعودي أنه يفرح، ومن حق العرب كلهم يفرحوا بمنتخب عنده رباط جأش وعنده شجاعة ولعب بندية أمام المرشح الأول لكأس العالم. وبالمناسبة على فكرة في مشهد برضو مهم جدا، في لاعب في المنتخب السعودي اسمه علي البليهي، لاعب نادي الهلال ولاعب وسط في المنتخب السعودي، قبل المباراة بيوم واحد فقط في المؤتمر الصحفي بيسألوه بيقولوا له انتوا ايه المنتخب السعودي طموحه ممكن يعمل ايه قدام الارجنتين؟ قال لهم نفوز. يمكن كانوا اللي موجودين في المؤتمر سخروا بشدة من الكلام اللي بيقولوا، قالوا انت هتلعب قدام ميسي ودي ماريا ونجوم الارجنتين، قال لهم احنا 11 لاعب وهم 11 لاعب وهم مش احسن منا في حاجه. اعتقد ان السخريه اللي تبعت كلام علي البليه تحولت في اليوم الثاني لاعجاب وتحولت لواقع، وده اعتقد يمكن بقى منهج السعوديين في حاجات كثيره خلال السنين اللي فاتت دي مع النهضه اللي بيشاهدوها مش في الكوره بس، في حاجات كثيره جدا. فده المشهد بشكل عام هنا موجود هنا. طيب دور المدرب بقى هيرفي رينار، واضح ان هم محتفظين بيه بقى لهم 3 4 سنين تقريبا ومستقرين عليه. يعني الدكتور احمد ثابت كان بيتكلم من شويه ان الكره المصريه تفتقد المشروع، بينما مثلا المنتخب السعودي واضح ان عنده مشروع سواء في المسابقات المحليه والانضباط اللي فيها او على صعيد المنتخب. انت ازاي انت راصد التفاصيل دي؟ بالتاكيد بالتاكيد المدرب هيرفي رينار اعتقد يمكن اكثر مدرب استقر مع المنتخب السعودي، تعاقدوا معاه في شهر يوليو 2019، يعني تقريبا معاهم دلوقتي من 3 سنين و5 شهور او 3 سنين ونص. الاهم من كده
ان هم في شهر مايو اللي فات جددوا معاه لسنه 27، يعني جددوا معاه 5 سنين لقدام، ماشي؟ ده دليل على ان هم مقتنعين بشكل كامل، ودليل على الثقه الكامله الموضوع فيه. رينارد خاض 37 مباراه مع المنتخب السعودي، كسب في 20، تعادل في 10، خسر 7 مباريات فقط. اعتقد ان يمكن في فيديو برضه كل تنقله اللي هو اللي حصل اللي عمله ما بين شوطين، يمكن اعتقد كان على صعيد واسع جدا الناس تنقلته. المدرب ما بين شوطين مباراه السعوديه والارجنتين غير شكل، يعني طلعهم بمشاعر مختلفه. طلع الفريق اللي طالع وهو خسران بهدف وخايف يخسر باثنين وثلاثه واربعه، طلعهم كلهم اسود في الملعب، واعتقد ده مدرب حماسي جدا. قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه؟ انتوا بتلعبوا تمرين؟ انتوا ما تنسوش ان في 35 مليون بيشوفوكوا، 60,000 مشجع جم وراكم من السعوديه، لاول مره والدتي وعندها 80 سنه بتتفرج على الماتش من المدرجات. كلام حماسي جدا، يمكن كان ضيق المسافات او ضيق المساحات على اللي في قلب العيرين، وطلع الطاقه الكامنه جواهم. قال لهم انتوا ايه اللي بتعملوه؟ يعني اعتقد فوقه الكلام الحماسي اللي قاله بعصبيه شديده جدا، وكان دخل كل لاعب وخلى كل لاعب طلع وهو عايز يستنفر كل قواه. اعتقد مدرب بهذه القيمه كان من حقهم انهم يتمسكوا بيه. طبعا هو فهم عجينه اللاعب السعودي بشكل جيد، لعب على مساله ان هو ياخد اللعيبه المتجانسه. يمكن اعتقد الفريق اللي لعب قدام الارجنتين كان فيه 8 لاعبين من الهلال للفريق كامل، يعني 8 او 8 بالظبط، 9 من الهلال، 9 من الهلال، 9 من الهلال، واحد من الشباب واحد من الفتح. ده دليل على انه عرف انه يقدر يجيب فريق متجانس في الدفاع وفي الهجوم يقدم المستوى اللي شفناه كلنا قدام الارجنتين. طب دول نتاج مسابقه محليه، ازاي مقومات التفوق اللي فيها؟ لان احنا بنتكلم باستمرار حتى في التفوق الافريقي بنقول عشان عندهم محترفين في الخارج وعندهم احتكاك اوروبي. ازاي المسابقه السعوديه، ايه ابرز ما يميزها علشان تخلق مجموعه تقدر تظهر بهذا الشكل؟ اهم نقطه تميز المسابقه السعوديه اعتقد على مدار يمكن ال 10 سنين اللي فاتوا، مش وليده اليوم، اللي هي الاحترافيه، الاحترافيه الشديده جدا. يمكن احنا بنجيب دلوقتي رئيس لجنه الحكام كلاتنبرج الانجليزي، كلاتنبرج، من 2015 رئيس لجنه الحكام في السعوديه، وكان في التوقيت نفس التوقيت كان بيحكم برضه في الدوري السعودي وفي نفس الوقت هو رئيس لجنه الحكام. الاحترافيه الكامله، الانفاق المالي الكبير جدا على الانديه وعلى المسابقه. الدوري السعودي هو الاعلى في المكافئات، البطل بياخد اجمالي ما يقارب من 10 مليون ريال. اعتقد في ظاهره اعتقد لم تعد سرا، يعني يمكن ان في قرار اتخذ من 3 4 سنين بابعاد الامراء عن الانديه، وان اللي يبقى فيه عداله كامله على اساس ما يبقاش يبقى رئيس اتحاد الكره عنده مساحه حريه كامله، ما يقدرش يبقى في حد اعلى منه، يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم تنبهوا مبكرا جدا لمساله سرعه اتخاذ القرار. الدوري السعودي بعد كل جوله لجنه الانضباط لجنه الانضباط بتنعقد بعد اقل من 72 ساعه، بتاخد قرارات صارمه جدا، فيها غرامات لرؤساء انديه، فيها رؤساء انديه بيعاقبوا رؤساء الانديه كتير، رؤساء انديه غرموا 300,000 و500,000، في رئيس انديه اتمنع من انه يدخل ماتشات. يعني في قوه جدا في القرار، في مسانده من اتحاد الكره، ومن المسانده كمان من اتحاد من قبل اتحاد الكره، وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه بيقف على راسها الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، احد ابناء الملك او حفيد الملك فيصل، وهو على فكره يعني بالاضافه لانه وزير الشباب والرياضه هو بطل الراليات حتى اللحظه. ماشي، القوه والحزم اما بيجتمعوا في حاجه واحده بتبقى، وبالاضافه للاراده طبعا، الاراده اهم حاجه، ويبقى في امكانيات، النتيجه مبهره. صحيح، فبنقول احترافيه كامله مع انفاق مع ضوابط ونظام بتولد بالتاكيد مسابقه محليه. اعتقد هم السعوديين بيقولوا كده، واعتقد الكل بيشهد بكده، ان مسابقه السعوديه هي المسابقه الدوري السعودي هو الدوري الاقوى عربيا، وان لم يكن يعني في شرق غرب اسيا كمان. طيب، اسيا عربيا. الدكتور احمد ثابت كان عايز يسال على حاجه يا استاذ علي.
اتفضل تحت امرك. اتفضل في البدايه مبروك طبعا كسر سلسله اللاهزيمه للارجنتين 36 مباراه، بس عايزين نطمن على الاصابات دلوقتي. ياسر الشهراني طبعا مش هيلعب، وسلمان الفرج مصاب يوم السبت ماتش السعوديه قدام بولندا. هل ممكن يكون في تعويض للعيبه دي، خاصه سلمان الفرج ده واحد من احسن اللعيبه في وسط الملعب، وياسر الشهراني طبعا في الباك ليفت، فمين اللي هيبقى صحيح ممكن اللي يقدر يعوض الناس دي؟ صحيح، سلمان الفرج طبعا لعب الشوط الاول فقط في مباراه الارجنتين واصيبه ومكملش الشوط الثاني. ياسر الشهراني كانت اصابته عنيفه لدرجه اصطدم في ركبه اللاعب اللي هو محمد العويس حارس المرمى، واعتقد كان الاشعه انتشرت كمان بشكل كان مزعج جدا، كسر في الفك واسنان كتير وقعت، واتعمل اتاخد بطياره خاصه واتعمل عمليه يمكن في نفس ليله المباراه او صباح ليله صباح اليوم الثاني. ماشي، اللعيبه الاثنين اعتقد يعني مش مؤثرين برضه بالقدر اللي هو يعني مش يعني اعتقد سلمان الفرج في كتير مواتشات في الفتره الاخيره كان بيلعب احتياط. ياسر الشهرين نفس القصه، المنتخب شبه متكامل، والمدرب هيركي رينارد قال برضه في تصريح ان انا ما عنديش اساسي واحتياط، انا عندي القايمه كامله تقدر تأدي وتقدر تأدي بنفس المستوى. استاذ محمود عايز تسال على حاجه؟ استاذ علي الف الف مبروك. و انا عايز بس استاذ ابراهيم اقول حاجه بس اتفضل اخيره بس اتفضل، وده يعتبر خبر مهم. ان طموحات السعوديه لم تتوقف دلوقتي على مساله ان هو يصعد لدور ال 16 او انه يبقى عنده امال كبيره. الطموحات علت جدا بره الملعب. اعتقد في خبر مهم جدا ان السعوديه بتجهز ملف لتنظيم كاس العالم 2030، وده هيبقى مهم جدا ليها لانه جاي في توقيت اكتمال رؤيه المملكه اللي هو 2030. ورغم ان النهارده في حوار في السي ان ان مع وزير الشباب والرياضه الامير عبد العزيز بن تركي، وسئل انك ممكن السعوديه تقدم 2030، اقول لهم حتى اللحظه ما فيش، لكن اعتقد بل اكاد اجزم ان السعوديه مجهزه ملف قوي جدا لتنظيم كاس العالم 2030. بس ده خبر مهم جدا، واعتقد كمان السعوديه حتى النصر السعودي بدا يفكر في استخدام كريستيانو رونالدو، فواضح انه لا المسابقه السعوديه هتبقى جاذبه بشكل قوي لنجوم في حجم رونالدو وربما ليونيل ميسي كمان. ده صحيح، ده صحيح. شكرا جزيلا للزميل العزيز الاستاذ علي مسعود مسؤول التحرير بجريده مكه السعوديه.